وفنا عندي واحد مجموعة من النقاط اللي كانت تجاوبا متفاعلا مع نقاط الاخوان، ولكن استنارة من الخطاب ديال الامين العام اللي كان خطاب قوي. هذه جهة قوية، ولكن الا بغينا نكونوا في المستقبل قويين وربحوا خصنا الاخطاء ديال الماضي نجاوزوها، والاخطاء ديال الماضي خص كل واحد يتحمل بها مسؤوليته، ولا بد نجلسوا ونجلسوا ونشوفوا فين كاين هذه الاخطاء، واش كانت في اطار اختيار ديال المرشحين، واش كانت في اطار انه كانت خيانات، واش ما كانتش دعم من القياده، واش سلام لا اننا نوقفوا عند هذه الامور هذه، ماشي فقط في الجهه، في الجهه وجماعات، راه كاينه جماعات معادله، كاينه جماعات ديال المغرب، مثلا بالنسبه لافريقيا، كاينين مثلا جماعات اخرين اللي كانوا فيها اخطاء، وخصوصا كاين المجلس الاقليمي، كانوا فيها اخطاء كذلك بالنسبه لنا على الاقل، بالنسبه لمغرب، هذه المساله الاولى. المساله الثانيه، إذا بغينا أننا نمشيو للانتخابات المقبلة خصنا نكونوا وحدة متراصة، الأرض ما كاين، ولكن أنا اللي تخيل الإخوان أنه كل واحد عبر رأيه وبشجاعة ومن نقد ومن نقد ذاتي، هذه راه مسألة قيمة خصنا لا بد نحيوا بها الجميع، وهدف النقد الدامي للأمين العام اللي هو انتقد الأعمال ديالنا، لا بد أننا نشوف هذا الإطار، ولكن فاش نخرجوا من هنا خصنا نكونوا وحدة متراصة، خصنا نكونوا وحدة متراصة. واحد القضية بالنسبة للقيادة، راه قال السيد الأمين العام، نحن كذلك وحدة متراصة، راه ما كاين لا ثلاثي ديال هذا ولا رباعي ديال هذا، ولو يحزنوا، نحن نعمل بجانب الأمين العام، وفي إطار المكتب السياسي، بعد الحراك نعبروا عليه المكتب السياسي، ولكن باش نخرجوا نحن نعبر وراء الأمين العام عن قناعات وقرارات اللي كانت تاخذوها، يمكن تكون عندنا آراء مختلفة، ولكن كاين المناظر اللي نعبروا عليها، وفي إطار ولكن خارج المكتب السياسي تكون وحدة متراصة، ومتى المتنطعين والمشوشين اللي كاينين في المواقع الإلكترونية اللي تيقولوا كاين ثلاثي هنا وكاين هذا كيدير هذا وتخدم، لا أساس له من الصحة وما تيهمناش هذوك المسائل ديالنا، ولكن اللي تيهمنا هو مسألة أساسية، وهو أنه عندنا واحد القوة راه ما خصناش نستافدوا ب 4-5 برلمانيين، إلا جبنا 4-5 برلمانيين راه ما استعملناش القوة ديالنا، إلا عندنا قوة ضاربة خصنا نوصلوا 8-10 برلمانيين، وعندنا الطاقة باش نديروها، والتواجد ديالنا جميعا راه هو يعني أنه ضمانة باش نكلينا أننا نوصلوا لهذه الإطار. أنا بغيت نكمل باستجابة وتفاعل مع بعض الإخوان اللي هما تقبل الحصيلة الحكومية. أنا تنظن هذه أحسن حصيلة حكومية في تاريخ المغرب. أحسن حصيلة حكومية في تاريخ المغرب، ويجب أن نفتخر بها، ما خصناش نخليو أحزاب أخرى في التحالف هي اللي تفتخر بها، خصنا نحن الحركة الشعبية، ولولا تواجد الحركة الشعبية، وتواجد الأمين العام بحكمته وخبرته، ما كانش ممكن أنه هذه الإصلاحات كلها تدار، ولكن الإصلاحات الكبيرة دارت في هذه الحكومة، صندوق المقاصة في هذه الحكومة، تقاعد اصلاح التقاعد مع هذه الحكومه، انه اول مره في التاريخ ديال المغرب كيزيدوا الطلبه في المنحه وفي عدد الطلبه المنحين، اول مره في تاريخ المغرب كيوصل يعني انه الراتب الدون الادنى ديال التقاعد 1500 درهم ويزيد على ذلك راه موجودين، اذا هذه حصيله يجب ان نفتخر بها، بالعكس يجب ان نستعملها في الانتخابات المقبله كاحد احزاب المشاركه بالنسبه للحصيله المقبله، ولكن انا بغيت نكتب واحد القضيه، راه الا ما غلبناش يعني انه الموضوعيه وعملنا واحد الهدف واللي كان في يدو في يدو واللي ما في يدوش غنقولوا راه عند مكان اخر وغادي نجلسوا ونقيموا اشنا هو ما شكون هما الاشخاص اللي غادي نكتبوا انهم يوصلوا لنا النتائج اللي بغينا، بغينا تسمية البقايا خصنا نعرفوا شنو هما الأشخاص، وأي شخص كنا لو نعرفوا يرجع، واللي كنا نزيد قدام خصنا حنا ندعموا، وغادي يبين لنا أنه إذا كانت عندنا هذه الموضوعية وقلبنا ذاتية غادي نوصلوا، وقل يعملوا فصل الله وعملكم ورسوله المؤمنون.